اوكي، يعطيكم العافية. أنا راح بلش أسجل اليوم محاضرة بخصوص السيشن مانجمنت، أو خلينا نحكي الستيت مانجمنت تبع الفورمز بشكل رئيسي. اليوم راح أبلش بإشي بسيط زي البوست والجيت، وراح أجربهم على نفس الفايل وعلى تو ديفرنت فايلز. هلا راح نشوف كيف. بمعنى آخر، أول إشي راح أجرب أنقل المعلومات بين أجزاء مختلفة من الصفحة، بعدين راح أجرب أنقل بعض المعلومات بين الصفحات، بعدين كيف بدي أربط هاي المعلومات بفورم، أو خلينا أحكي هو الفورم أصلاً كيف بدي أنقل المعلومات اللي فيه بين الصفحات. بضل بالجزء تبع الستيت مانجمنت، في عنا سيكشن له علاقة بالكوكيز، وفي سيكشن له علاقة بالسيشنز. راح أحاول أغطي أكبر عدد منهم بمحاضرتي. خلينا نحكي بالشكل التالي. هلأ أنا في عندي فايل PHP. قبل فايل PHP بدي أعمل لي فورم سريع. هذا الفورم فيه تكست فيلد، وأي إشي بكتبه جوا التكست فيلد بدي إياه يبين على الشاشة. هيد، بدي أسكر الهيد. بعدين في عندي بادي، بعدين جوا البادي في عندي فورم، بعدين جوا الفورم في عندي input type تبعه بسام text. بدي أعطيه name مثلا T1، وأسكر التكست فيلد. طبعا بدي أسكر الفورم، وبرضه بدي أسكر البادي، وبدي أسكر ال HTML. هلا الفورم لازم يكون فيه له ميثود، ولازم يكون فيه له أكشن. وطبعا مشان ينفذ الأكشن عن طريق الميثود، لازم يكون في somewhere في عندي input التايب تبعه بيساوي submit. طبعا الفاليو تبعه ممكن تساوي مثلا send، يكون ايش مكتوب على البتن. والنيم تبعه بدي اعطيه نيم s1 مثلا. هلا الميثود تاخذ قيمه من قيمتين، اما تاخذ بوست او تاخذ جيت، وحسب نوع القيمه اللي انت بتعبيها جوا الميثود انت بتستعمل global variable موجود جوا ال PHP. كيف؟ خليني اكتبها as a comment. اذا استعملت الميثود بتساوي post somewhere جوا ال PHP، لازم تستعمل global variable $_post. واذا استعملت الميثود بتساوي get somewhere جوا ال PHP، لازم تستعمل global variable اللي هو $_get. طبعا هون الكيس سنسيتيف، اسم الجلوبال variable لازم يكون capital letter وبالصيغة هاي، وفي underscore بالمناسبة قبله، لازم يكون في underscore. هذا ايش معناته؟ هذا معناته خليني احط هون مثلا post، واحكي له براس الصفحة echo $_post، وتابع معي كويس T1. أول إشي البوست هو الجلوبال فاريبل اللي لما بعمل بوست من الفورم بتخزن فيه الفاريبلز اللي بتيجي من الفورم. شو الفاريبلز اللي بتيجي من الفورم؟ هي أسماء الفيلدز اللي موجودين بالفورم اللي هو T1 والS1. خليني أجرب هاي الجملة بالأول، وبعدها خليني أعمل بالشكل التالي echo أو append underscore r ل $_post. البوست المفروض اللي بيجي فيها هو عبارة عن array. طبعا هون خليني أنزل سطرين بس مشان نشوف ال variable بالأول اللي بيجيني من T1، بعدين البوست كاملة ايش بيجي فيها. اوكي خليني اخزن، اعمل سيف. الفايل اسمه testpostget.php. خليني اروح على البراوزر localhost testpostget.php، انا سميته للفايل هيك. لاحظ اول شغله اعطاني اياها notice undefined index t1 in line 2، بعدين اعطاني array فاضيه اللي هي البوست، الميثود فيها get by default get فاضية.
لهون اكتب اي اشي. احمد اعمل سند، راح الايرور، صار يبين عندي هون احمد، وصار في عندي اري بالبوست تي 1 اللي هو اسم التكست فيلد الفاليو تبعه احمد، واس 1 اللي هو اسم السبميت بتن الفاليو تبعه سند. طبعا هاي عباره عن كومنت محطوطه شكلها جوا ال بي اتش بي كود. بعرف ليش ما خلينا نشيلها هاي. اوكي غير هون، حط علي واكبس سند، صار علي. حط محمد اكبس سند، صار محمد. تي 1 قيمة التكست فيلد محمد، قيمة السبميت باتن دائما سند اللي هو العنوان اللي موجود على الباتن نفسه. اوكي شو اللي صار؟ لما بكبس انا على السبميت فاليو او على السبميت باتن، بروح بنفذ البوست والاكشن. بما انه الاكشن فاضي معناته بيعمل كول لنفس الملف. طبعا هون تقدر تحط اسم نفس الملف اللي هو تيست post get.php، نفس الملف اللي احنا بنشتغل عليه هلا test post get.php. وبعدين لما بكبس submit اللي موجود، القيمه اللي موجوده بالt1 بتتخزن بالpost global variable، واللي موجود بالs1 بتتخزن بالpost global variable. حتى لو في عندي فايل ثاني، خليني اعمل فايل new file اسميه php echo دولار ساين اندرسكور بوست تي 1، اسكر البي اتش بي، بعمل له سيف از، وخليني اسميه بوست 2 دوت بي اتش بي، بعمل سيف. هذا الملف بوست 2 اي شيء راح يجي جوا البوست فاريبل اسمه تي 1 راح يطبعه. بس كيف بدي اوصل لهذا الملف؟ جوا الفورم بدل تيست بوست جيت هاي بحط هون بوست 2، فبيخزن بالبوست وبروح بنادي لي الفايل اللي اسمه post2.php وبطبع لي اللي فيه. نرجع كمان مره نعمل كول لنفس الفايل هذا، هاي انتر. undefined index array حط هون خالد، اسم ما استعملناه قبل هيك، وسند طبع لي خالد. بس وين طبعها؟ post2.php. شغري نقلني على post2، وبعدين عمل شير للجلوبال فاريبل اللي اسمه post مع الملف الثاني اللي هو post2 اللي موجود post2، وقرأه من خلال post. طبعا الايرور بطلع باول الشاشة، لانه اول ما بدخل على البرنامج، اول ما بدخل على التست بوست بيجي بعمل ايكور للبوست. البوست طبعا لسه ما فيها فاليو، الفاليو تبعها نل، وتي 1 اصلا ما فيها فاليو فهي فاضيه. بعدين بيجي بطبع البوست هون كمان مره، فما عنده اري اسمه بوست فهي فاضيه. فمشان هيك اول مره بتدخل على البرنامج، خلينا اعمله باك واعمل انتر، بيعطيك اول نوتس انه ما عندي تي 1 بلايند 2 اللي هي جمله الايكو، والاري تبع البوست فاضي نال ما فيها شيء. بعدين بطبع لك ال HTML كود. هلا اذا بدك تتلافى هذا الكود ايش تعمل جوا، او بدك تتلافى هذا الايرور، بدك تعمل اف ستيتمنت. اذا اليوزر عمل سبميت يطبع، ما عمل سبميت ما يطبع. طب هاي كيف بحددها؟ بحكي له هون اف از سيت، اليوزر عمل سيت لدولار ساين اندرسكور بوست ال كبس السبميت باتن اللي هو S1، بحط هون بريس، وبحط بعد البرنت R بريس. هاي ايش معناتها؟ اذا البوست تبع S1 فيها قيمة، بمعنى اخر اليوزر كبس على S1، اطبع لي قيمة T1 واطبع لي البوست كاملا. هاي اعملها سيف وأعمل ريفرش للصفحة كاملة، هاي انتر، ما أعطاني ايرور. حط محمد نقلني على post 2.
بدك تضل على نفس الفايل بصير يطبع لك على نفس الفايل. وين راح الكود؟ هون بدل post 2 بصير اسمه test post get dot php. I save. كمان مرة نعمل enter برضو ما في error. حط هون سعيد send بطلع لك سعيد وطبعا الاري تبع البوست. هلا النوع الثاني اللي هو get. اذا انا بحط هون get طبعا كل شيء لازم اقلبه get. هاي لازم تصير get وهاي لازم تصير get وهاي لازم تصير get. بعمل save وبرضو بروح بعمل refresh او enter. هون حط سحر مثلا, حط احلام, حط فراس, نفس الشيء. بس طلع شو الاختلاف هون, صار يحكي لي تي 1 الفاليو تبعها فراس, اس 1 الفاليو تبعها سند. ارجع شوي, احلام تي 1 الفاليو تبعها احلام, اس 1 سند. ارجع قبلها T1 الفاليو تبعها سحر والS1 تبعها سند. الفاريبلز اللي انت بتوديهم من خلال الفورم بصيروا يبينوا هيك, بينما بحالة البوست ما كانوا يبينوا. رجعهم عشان تشوفهم. هاي بدل الجيت خلينا نحط دولار ساين اندرسكور بوست. وهاي لازم تكون بوست. سيف وهاي براوزر اعمل رن للفايل. اوكي اول مرة, بعدين اكتب اي اسم غريب مش عارف ديالة سنت. لاحظ هون ضلت بدون البراميترز اللي عملهم باس من الفور. هلا هاي الطريقة احنا ايش بنستفيد منها؟ نحن بنقدر ننقل الداتا بين الفورم وصفحات اخرى او جوا نفس الصفحة من خلال هذا الفيلد او من خلال هذول الفيلدز, من خلال البوست والجيت. طبعا خليني اورجيك مثال بسيط. مثلا خليني اعمل تو تكست فيلدز تي 1 وتي 2 واخلي اليوزر مثلا يختار two buttons, واحد اسمه add والبتن الثاني برضو حيكون submit بس اسمه s2 والvalue تبعه خلينا نسميها subtract. هلا بدخل اليوزر بناء على البتن اللي بيكبسه. اول اشي خلينا نشوف كيف شكل الفورم. هاي شكل الفورم two text fields واليوزر بده يكبس add او subtract. اللي انا عم بحاول اساويه, اذا اليوزر كبس على add يطبع له المجموع, اذا كبس على subtract يطلع له ناتج الطرح. طيب كيف بدي اعمل هذا الحكي؟ اذا كبس على s1 بدي اوديه على function تجمع, اذا كبس على s2 بدي اوديه على function تطرح. طيب معناته او مباشره ممكن اجمع ممكن اطرح. is set post s1 يعني اذا كبس على الاد بدي احكي له مثلا echo dollar sign underscore post l t1 plus dollar sign underscore post t2. بعملها copy else echo وناتج طرحهم بدل الجمع طرح. في عندي echo هون مكررة خليني اشيلها واخلص منها. هاي سيف. شو ما بسطع المثال, بروح هون بعمل run undefined t1 undefined t2. طبعا لانه اليوزر لسه مش كابس لا t1 ولا t2
احنا برضو مشان نختصر هذول قبلهم بحط if statement اخرى if is set dollar sign underscore post s1 or is set dollar sign underscore post s2 ادخل شيك على هذا الحكي كله. طبعا هذا T1 و T2 لسه مش معرفين وما إلى ذلك. F5 خلينا أحط هون 5 أحط هون 4 add طبع لي 9 5 3 subtract طبع لي 2. كمان مرة شو اللي صار لما بكبس سواء على S1 أو على S2 أول إشي بشيك إذا كبست S1 أو S2 بدخل بشيك اي واحد انا كبست S1 بجمع وبطبع S2 else بطرح قيمة T2 من T1. لو كان عندي فايلين الفايل الاول بعمل post للفايل الثاني برضو بنفس الطريقة باخذ هذا الكود بحطه كله على الفايل الثاني اللي هو post2 هون وبخلي الاكشن اللي موجود هون هو اسم البوست2.php. هيك بصير انقل هاي المعلومات بين الصفحات. طبعا still you can do much more بتقدر تعمل كمان submit لعملية الضرب وكمان submit لعملية القسمة وما الى ذلك و still it's same يعني هي عبارة عن if statements جوا الفايل قديش انت ممكن تلعب بالكونتنت اللي موجود فيها. هلا to go realistic ممكن تعمل فورم يكون فيه يوزر نيم وباسورد وهاي الأشياء ومن خلال السترينج فانكشنز اللي احنا اخذناهم المحاضرة الماضية ممكن تشيك مثلا انه اليوزر نيم ما لازم يبلش بكاركتر ممكن تفكر انه الباسورد ما لازم تكون اقل من 8 أحرف او 8 أرقام او 8 whatever اليوزر بيعمل سبميت مرة واحدة الإيميل لازم يكون في at وفي .com أو .net مثلا إلى آخره. كل هاي الكونسترينز أنت بتقدر تحطها جوا الفورم. طبعا أنت بتقدر تقرأ من الفورم من أكثر من أوبجكت موجود بالفورم. هلا نحن كل اللي تعاملنا معهم هم عبارة عن text field و submit. ممكن تجرب أنك تقرأ من checkbox أو من select أو من radio button group وبرضو تحاول تشوف كيف الأوتكم تبع الفورم بطلع في كل حالة من الحالات. رح وقف هون اليوم ونكمل إن شاء الله بتفاصيل المحاضرة الجاية.